جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. التزمتم انتم بتطبيق بنود خريطة التاريخ، ومن اهمها مراجعة التعيينات. رينا حركة في سلك الولايات، مراجعة التعيينات في بعض الدواوين الوزارية، لكن ما زال مطلوب منكم الأكثر بالنسبة للمعتمدين للعمد، الخطط اللي عندها علاقة مباشرة واللي تنجم تأثر على سير الانتخاب بالقرار. صحيح، يعني ثم تعهد سيد رئيس الحكومة بتطبيق خريطة الطريق. يعني هي الحكومة هذه ناتجة على مسار توافقي، ومسار أيضا ناتجة على توافق، يعني نقولوا احنا من المجلس الوطني التأسيسي وتوافق من الرباعي والحوار الوطني. يعني في تعهد، زوز تعهدات، تعهدات خاصة بالنسبة لتطبيق خريطة الطريق. بالنسبة للتعيينات كان سيد رئيس الحكومة واضح، بالنسبة للتعيينات كمن ولات والكل اللي يهمهم الأمر بالانتخابات وبالمسار الانتخابي، فهي تعتمد خاصة على الحياد والكفاءة، ما فيهاش كلام. يعني أي واحد عنده شبهة يعني انتماء لا يكون في هذا في هذه التعيينات. لكن فما احتجاجات حتى على بعض التعيينات اللي صارت مؤخرا. هو فما توجور، فما ديما فما احتجاجات، يعني هكا ولا هكا، يعني ما نجموش نرضيو يعني الناس الكل. اما نحاولوا، يعني يلزم يفهموا الشعب التونسي كونه تنحيه اي كان سهل، ولكن تعويضه في الفتره هذه صعب جدا، خاطر فما اولا معايير كما في المسار يعني الانتخابي، هذا يلزم يكون معايير خاصه الكفاءه وايضا الحيادية. نزيدوا مع الولايات يجب يكون عندهم زادة طابع ولا خصوصية التنمية الجهوية، يجب يعني عباد دي مانجرز باش نحركوا التنمية الجهوية. وفي هذه بالطبع يعني سيد رئيس الحكومة أكثر من 150 أو 200 يعني سيرة ذاتية، وقابل أكثر من 150 واحد. وراه يجبنا نفهم اليوم إذا الوالي فما راه من الأول برشا اللي قبله في تراجع، وتراجع هذا علاش؟ خاطر نظن لصعوبة الوضع، خاصة موضوع الوضع الاجتماعي، يعني فيه اليوم إشكالية كبيرة. والحمد لله هو بعد يعني التقييم اللي صار بالنسبة للسيرات الذاتية تم اختيار على 18 الولايات اللي تم تعيينهم، وان شاء الله يقوموا بالواجب بتاعهم. ومشينا حتى شفناهم، يعني اول زياره سيد رئيس الحكومه في مدنين، شفنا كون فما توجه ايجابي جدا من كل، يعني فما رضا من كل المتداخلين على السلطه الجهويه او على الولي. وغير الولايات المعتمدين والعمد والخطط الاخرى، صح، هي باش تكون يعني دونك فيه توا قاعدين يقوموا بالدراسات اللازمه، على خاطر كما المعتمد والمعتمدين والنيابات الخصوصيه، النيابات الخصوصيه مختلطه خاصة بالمجلس الوطني التأسيسي، ولكن بالنسبة لكل هذوما بالطبع قاعدة تصير فيه توا تقييم باش نشوفوا شكون اللي نجم يكمل في المسار يعني هذا، ولا نجم فما تعيينات جديدة، ولا قاعدين في طور الدراسة يعني. وصلنا لآخر اللقاء معك سيد الوزير نضال الورفلي، خلي لك كلمة الختام اللي تحب توجهها للشعب التونسي ومستمعي جوهرة. اولا نحب نوجه للشعب التونسي المستمعين جوهرة تفاهم، كون اليوم لا خيار لنا في تونس، خاصة بالنسبة عنا اليوم توجه جميل جدا هو المسار الدستوري يعني في تونس. عنا مسار سياسي، عنا الناس كلها، عنا صورة اليوم في العالم صورة هائلة جدا. يلزمنا اليوم ننجح في بقية المسار الانتقالي هذية، وهو توجه إلى الانتخابات، وإن شاء الله تكون انتخابات شفافة ونزيهة ولا يمكن الطعن فيها. باش نوصل الانتخابات هذية عنا اليوم يعني أسس مستوجبة، أسس مستوجبة، وعلى أولوية الأولويات هو المجال الاقتصادي. باش نوصل لهذوما الأسس المستوجبة، أولا يعني الأمن، إن شاء الله يكون توفير الأمن. ثانيا هو العمل، يلزمنا اليوم لا خير لنا، يلزم الشعب التونسي وكلنا يلزمنا نرجع إلى العمل، نرجع، خاطر هذا هو اللي باش ينجم يحرك يعني العجل الاقتصادي في تونس، ويعاون على تجاوز الصعوبات اللي تمر بها الاقتصادية والمالية في تونس. وبالطبع نطلب من كل الشعب التونسي كون يتضافر وراء الحكومة هذه، باش نوصلوا إن شاء الله نتعداو العقبة هذه، خاصة من الجانب الاقتصادي. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.